هذه انا هيدا ها هيدا بغيتي نتعلم هذه من هذيك اللي دخل عمرك كيسلمها هذه راه هذه ضروره هذيك بحال ما هذه ضروره تهرس اللي من هي باش هذه باش الزواق نخطوها نقول لكم نديروا بالك راه عندو بقاعد ايوا خير اخويا ما تهرسهاش انا شوف ما عجبتنيش هذه الخدمه هذه لا صافي انت نديروا هذه اللي صبتي لي بحال اللي صبتي لي هادي كديرها انا هنا وصافي هذه خليها لي محمد اللي غنديها المهم راه حضر المهم حضر ما تخصهمش خسراش يعني شور شويه اخويا ولكن هذه راه انا خدمتي غندير ها انا خدمتي غندير وي يا ما تهرس لا لا ما خصهاش نمشي انا طيح الوالد بغاش ماشي طيحها ماشي غير شي طيح لا غير العقل عرفت كيفاش تحيدها كيفاش تحيد ما تهرسش شو 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 لا كبغي نعطيك بداها من هنايا باش خلي له هذيك الزوار بداها من هنا انت اسمع شنو اصاحبي اي ها راه درت المقاسة شنو بغا يزيد يا لا خدمة كي داير شنو هادشي صاحبي درت واش درتيها بالعاني ولا شنو يا انت صاحبي الهود نهضر معاك انا درت سبات راه خلي منك اصاحبي تخسر هاد وانا هاني تنقول لك راه غنعيط عليك الاخرى صاحبي انت حيد خلينا ندير خدمتي كاع يا لاباس يا كي داير اشنو هادشي انت؟ هاي 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 يا لاباس راك كي دايره لا شوف راه غير تسجل صاحبي راه خاصك راه قول لي راك تسحب الخسره والله يرحم والديك الخسره هاتك عند معايا ضرب هادي يا صاحبي ما عجبكش حالها ولا بحال قصدي ما خدامش معاك انا هو ماشي خدام معاك انا ماشي هادي يا صاحبي ما قلناش ما تخسرش عاف شويه يا صاحبي لا لاباس راك هذا غنكع معاه ولا عندها معاك واش راك عندك خدمت كاع يلاه نزل خلي من بغينا وبعدين تهرس صافي وقويلي انا سمعت كي خسر بغيت نسجل راه قويلي انا ولكن مع هذيك تسجل ماشي قلت ما تسجلش انا هضرت مع دابا هذا دابا راه ملي مشيت سمعته كيهضر والله هذا هو الاشهار اللي غير كيهضر بزاف كيهضر انا قلت له شي كلمه صافي عيد راسك عيد راسك شكون عيد راسك صاحبي انت انت راه سخون وانا شارب ثم قلت له والو انا ما خدامش معاه واش شنو نقول لك ما نقدرش خدام انا ما نقولش خدام معاه هذا ما تهضرش وصافي انا كنت خدام معاك وصافي سكت صافي راه نضرب ولا تنضربك انا خدام معاك يا لا ما صافي دي كلمه ديال وين هذا سمعتي انت خسرت انا جيتي هذا خسرتي معاه الخدمه غيجي الاخر عاوتاني تخسر معاه الخدمه فين الشرع انا وش هذا انا وش ابو حسن لا خلينا مش هو ما خدامش
حتى بلاصه ما تخدم فيها. وانا قلت لك شي كلمه السيد ما بغيش يجي معايا هذا السيد انت ما تخدمش قاسم دابا عمي قاسم انا راني قال لي طيح طيح راجل قال لي طيح طيح اجي هود 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 والله لا هود تما هود لا تهدر وقع واحد نجيبك كاع هنا هدر معايا فوق ما عندكش حق تطلع هنا علاش ما طلعش هنا واش انت معلم انا راه مشيت ندير راه غيديها راه شنو غنديها شنو عندي راه غيديها هذيك انا قال لي المعلم مرة مو الدار انا مشيت مشى الخدمه الحمد لله الراجل ساكت ما الراجل ما تهدرش الراجل ماشي قال حتى حاجه راه ما قال اليوم راه مسافر وانت فيك الهضره بزاف راه ما تقدرش تهضر راه سمعت قبيله تقول راه فيه الهضره بزاف وتهضر شنو هي لا واش دابا ما تخدمش انا جاي نخدموا اصاحبي واش جاي نجلسوا حنا هنا نزل اصاحبي اه فوق راسك الله يرحمك الويدي ما غاتصح الله يرحمك الويدي ما غات حيك ما غاتصح الويدي انا خليني خدام اصاحبي خليني نخدم الله يرحم الوالدين خليني الوالدين راه خليني نخدم وصل هنا انت غنغسل في وقت على السبيطار هذيك ماشي مشكل اسمو جادو صاحبي فين اللي باغي هو فين اللي باغي برا واش صغير عقله صغير عاوريني اللي باغي هو فين هي غنكيس عليه صافي صافي اش تكيس فين اللي باغي انت خدمت تخسر فيها كاع اش باغي وريني شنو باغي ما باغي حتى حاجه ايوا حي اش راك تدير ما تهضرش معاه ما تعنيش اصاحبي راه واش انا ما قلتلوش شي كلمه انا لا واش قلتلك واش انا قلتلك انا ما قلتلوش انا خدام معاك انا بغيت نسجلو صاحبي قطعتينا التسجيل ومن بعد هضرت معاك انا شوف شوف خاصك يا اخويا انا ما قلتلكش معايا سي محمد هذا تجيبو كاع معاك صافي والله ما باقي يجيش صافي يا كيدير صافي ما نزيد بعد منك انت ناقصك خساره يا باش يا اخي سعيد سعيد صافي تنزل اصاحبي خسرت انا كاع باش الله يكرمك عادي عندي صالح خسرت كل مره تخسر هي حاجه لا اش هذا رجعنا معك ما بشويه ما ديش هذاك انت جيتي اصاحبي من الصباح حنا خدام سيمانه ما كاين والو ولكن راه سعيد راه اسمعي اسمعي انت كتحاسب هو الراجل قلنا له شي حاجه عمي حمو قلنا له شي حاجه تمشى واش الله يهديكم واش قلنا لك شي حاجه راه الراجل انا سمعتك بلي صحه دار ملي جيتي تعطلتو هنايا درتو راه سمعت ما تهضرش يا صاحبي خلي هو الدار يهضر خلي يعقل ها انت ما درتي لنا انت اللي دابا هذا كيخدم انا ليش انت اللي كتحرشي تقول له تعال والله ما شكون لا ولكن ماشي تعال انا كنجي نحس فيك انت عبد الله ولا جيتي تقول له تعال له خلاص جا قدام تنسول له خرج انت خرجي جاي علاش تحرشي راه ما حرشنيش وانت ملي جيت باش كنتسداو علاش كان كتعطلوا في الهيف في الخدمه لا سيمانه دار هو كيحامي عليا هو حنا ما حنا شنو درنا شي خدمه انا ملي جيت قلت لي خرج الخدمه دابا عندي الخدمه هذيك ما نمشي خدمه هذه اه عمي هذيك خدمه ولا نمشي خدمه شوف يا عمي حمو واش خدمه ولا لا ولا كاين شي ديال فوق اللي نزل ولا هذيك اللي تتخسر ماشي خدمه هذه ما عجباتوش لا 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 انتوما اللي قلتوا لي نهار نصاوبك احسن منها ايوا لا وقلت له انا حتى معايا قال لي غادي نهرس هذوك خليها لي غادي غادي نهرس نديها وغتصاوب واحده اخرى المعلم راه دار المال هادشي انت ما كنتيش بعدا كاع انت راه كاين واحد اخر اللي خدم انت راه كاين مشاكل تدير لي انا هاي النهار دار سيما السيد لكن بحال ما قلتها مشى انا لا دابا ملي قلت لي نصاوبك واش تعاود بحالها غادي يروح احسن من الخدمه بحالها شي بحالها واحسن وما غاتخدمش كاع انت هاي انت ما انا صافي دابا وانت صاحبي زدت واحد هذه راه كان باغي يديها كان غيخلص لي فيها ما تخدمش يلا ها انت عرفت شحال خاسر هذيك شحال خاسر يا ولد اشنو خاسر شنو خاسر راه تمرين طلع دابا طلع دابا وتشوف انت طلع دابا هاي السكسو بحال انت سعيد راه مريض راه حيد دابا طلع واش غادي تكسر واش غادي واش غادي وطلع وهاي تشوف واش غادي وصل هنا صلعه حي حي
خلي
المسامحة. 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 المسامحة.
هكذا تسمى بلادي الله يسامح انا المسامح الله يسامح انا فرقنا الجمعه وجبتي على بالهم صالح مالهم صالح يا مال ماشي قاعد يا حمار مفاش انت ما عرفهم مالك مفاش انت ما اخبارك تضحك علينا بركه وكذب والله احنا انتم الدراع الاخر خليني كنا سعيد معود أشوف حتى وقال لي انا قلت له خسر لا شنو الواقع شنو كاين تبعي حتى انت تسوق عارفها شنو قال لي قال لي وقع خسر والله اعلم كل شيء تفهم شنو الواقع شنو واقع؟ قاعد 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 شنو واق
لا لا دابا باقي ما فهمتش شنو اللي وقع. سيد العمر وانا خدام شنو وقع لك المور؟ شي حاجه عندك لا شي حاجه ماشي تاني شتينا الخدامه ولا ثلاثة تبقاو الدار هنا مع مال ندور هنا واش حنا حمار ايه ولكن كلشي غادي يوقع المشكل حتى عندك انت ولا وشنو واقع بعدا انا جيت ولا يكون في الشوت انا جيت بديك انا غادي نحصل فيها والله العظيم هو غادي يقول لي شنو واقع ما شفتي شي حاجه ما هذيك كوكاني شتينا قبل ما فيها شي حاجه يا طالع المدا يا هذا عينيك ولاو حمر ايوا خلينا طفى حمو خليه كنت ديال طفى حمو هذا ماشي على خير بسالك لا لا بسالك بزاف شنو واقع يا انت يا انت باقي بها واش شحال شنو واقع واحد يجي من هنا واحد يجي من هنا كيقول لك شنو واقع شي شحال هرب قاعد شي صافي دابا لا الراجل غربي شحكم دابا كضحكوا علاش واش غنقول له المخزن دابا راه جاهد انت خدامك كتهدد عليه في الديور ديال الناس اش انت سير اصاحبي جاي عارض تحنا بهذا العارض واش بغيت الغوطه صاحبي حشوم عليك يا ورا ما قاليش الاخر فاني انت عمل شي حاجه عندك انت هذا اش انت تكملو لا ماشي شي حاجه لا لا شي ورخه خلوته هنا عليا انت تعب انا امك الحاج انت قفرت وكنت مكلي انت ديك الزونه كتهضر مش انت اللي ركبتي على التفاصيل هذا ما يكونش راه شي حاجه واخا على الدبل ديالو الله الا الباسل ديالك انت كانت الزغمه ديالك مزال جابها القرعه شي حاجه من القرعه هو اللي شرب واش راه بزاف هذا هو القرع هو القرع كنت كابت فيها شي حاجه شي شويه وكب عليها هو انا جاو غادي فغادي يبقى فاطمه واش شرب شي حاجه في هذيك القرعه ما عرفتك ما درتو شي حاجه كما درتو له شي حاجه في القرعه والله الا بلا لا ما كاش عبد الله حفظ قيس ناقص الله يستر شي شي فوق خير والله الا بلا عيطوا له الفقير انا تليت مع معاه هو شويه تيضحك شويه تيبكيش لا ماشي راه خير كان ندير دابا واش غيلحقني بالطول من هذا دابا واش غيلحقك هو غادي يفطن لا 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 ل
حك تما بجنوبك اصحاب انا عندي انا وباك الحاج والله تشتف عليا تما انا طيراني انا طلع عليا الدم واخد دابتي تحك على كيبيبي هنا اشروك شي حاجه تما واش عندك شي حاجه تما اشروك اسير والله كلشي منك تفرق اسير بلاتي محمد بناقص كاينه شي حاجه شارك شي حاجه اشتراس ديالو تا زنزن راه يرحم عليك الماحيه لا خلي دابا يفتح انا كنسحب وحنا راه باقي نعقلوا لا خلي يفتح لا خلي يفتح شميت بيه ريحه الماحيه لا خلي يفتح الماحيه وكشربنا معاه لا مع علاش حنا تفوق مع الله اجي نقول لك شالتي ولا تفوق مع الله تكسر الله انا كنسجلوا كاميرا والله كنضحكوا معاك اصاحبي والله يصدق الله يرحمك الله تفرق على حمو هذا نضحكوا معاك اجي حدا الدراري انتم واخا تعيشوا اجي حدا الدراري انتم واخا تعيشوا انا كنسحب الصح انتم واخا تعيشوا اجي شالتي يا شوكة زياد كنت عنده صاحبي الدراري الصغيرة شايفه هو راه صبر مسكين في الاول وبلاتي وبلاتي يكون معنا ما تهضر مع الناس هضر مع الناس ايوا سير واش غتهضر كلشي من كيطلع انت صور كي كيقح مخي سير هضر انا كل ما ندير دابا جيت كنقز بالمشكل ديالي باش نتغدى ساعات الجهال ديالي بغيت تحدد ندير لي القار باش نحضر انا في الشول والله طلع على راسي محكمة تنقول ما كاين غادي نطلع نجيو من هذا وهذا شرب هذا شرب القرعة ديال المحيا وانت ما عرف شنو كاين وبقيت تهدينا على الرجل من ترقص على الرجل قال لك اصاحبي لا عزيز واخا انت شتم دارك هو سير من دارك قال لك اصاحبي ولا نحشم انا نعيش كاع انا ما توسي واش انا وليت السن كتوش لا راسي انا طلع انا كنسحب انا كنضرب بصح خوتي شكرا لكم بزاف على المشاهده وضحكنا شويه مع خالي حمو وخالي حمو مسكين راه دريويش راه دريويش السكين بدا كيشوف شكرا لخويا بن عيسى وخويا سعيد الله يحفظكم ونوركم حنا فعلا كنا بغينا ندرسوا هذيك وبغينا نشوفوا ردة الفعل ديال خالي حمو وهذا الشيء اللي كاين اخوتي وشكرا لكم بزاف وسمحوا لينا سمحوا لكم